والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أخوتي أخواتي لقناة لكم. قناتكم قناة بي باو جي تي في رجع لكم من جديد واليوم إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو هذا عندك الموضوع اللي عديد من الأشخاص اللي يسألوا لي في هذا الأخر وإن شاء الله اليوم عندك كل عليه بالتفصيل إن شاء الله بإذن الله أخوتي أخواتي هذا واحد خانق قال لي أخي زوير علاش ما نضفش إلى واحد الكلان آه اللي فيه واحد المستوى اللي زايد زايد بزاف وقال لك السي الكلان ملي كتوصلوا لواحد المستوى فوت جوج المليون ثلاثه المليون قال لك السي كيعطيو جواهر وكذا واللعيبات والتويشات قال لي شي لك زعما دخل معنا في الكلان وكذا وهادي واللعبات والتويشات ولكن أختي اخوتي اخواتاتي شوف انا اش باش نقول لكم غير تصور معكم فهاد هذاك الشيء يبان لكم اخوتي اخواتاتي واش ندخلوا في هذا الكلان ولا لا خوتي اخواتاتي هذا القطاع ديال الماجيكي وبرا اخوتي اخواتاتي كاينين غير في الكونطات الاجنبيه هذا واحد الكونط الصين يا خوتي اخواتي هو اللي فيه هاد اللعيبات هادوما أه كما قلت لكم اخوتي راه شي بان لكم راني واحد خانه راه قال لي كلان راه كي يمكن لك تحصل على جواهر ويعطيوك جواهر وداك الشيء المهم خوتي اخواتاتي راني قلت له راني عندي متابعين وعلاش لا لا كاين شي هذيك برو فهمتي شي هذيك اللي خصو يدخل لشي كلان بحال هذوما كتبوا لنا في, في الكومونتيرات اخوتي اخواتي حيت الكلان واحد الشخص اللي مش حاله هادي مستخدمو قال لي هادي واحد المده ما خاوي قاوي عنده قال لي دبار لي دراري زعما وقال لي تدخل معنا وكذا هادي مي خوتي خليكم معنا وانا خوتي اخواتي غدا ان الله باذن الله تعود مع الخانه مزيان تعودوا معاه مزيان اخوتي اخواتي وعنشوفو شنو هذيك ديالو كدوا هذه وإن شاء الله باذن الله اخوتي خليو لنا الدراري البروك كم كاملين تحت الكومونتيرات ديالكم الدراري الايديات الايديات باش تشوف الدراري كدا ودي. وانا عن صيف اطلاق اللي صافي جيب لي الدراري كدا دي اللي برو كدا كيلعبو كدا وكدا كيجلدو كدا هادي صافي هاد ان شاء الله عن هاديك عن نخطرو شحال هو معرفتش شحال عندو خمسين واحد ولا خمسين بلاصة المهم خوتي عن هاد الناس كاملين ان شاء الله من عندي من عند نتوما خوتي نستغلو نتوما في الكلان كلان الكلان اخوتي راه صعيب باش تبدا عاد وصلوا لجد المنيول ثلاثه المنيول خصك واحد الوقت طويل باش يوصل لك المستوى بما أخوتي هذه من عندي ديال من عندي حتى شتو معزز عليا وانتم عارفين اخوتي اخواتاتي خوكم زوي الرجوله من الطفوله وما عندوش مع الزيكزاك اخوتي اخواتاتي راكم انتم معزز عليا هذه اللعبه هذه ان شاء الله هذه لكم من عندي كادو ولا عشرة كادو ولا ألف احسن الفام في العالم ولكن اخوتي اخواتي ما تنساوش هاد الفيديو هذا لنا لاكبر عدد من اللايكات يا اسطوره شتاخ لايك معاك شتاخ لايك معاك يا اسطوره ولا كنتي لي اول مره صديقي كتشاهد قناه بي بوب جي تي في ما تكرهتكش تشترك معنا وتفعل تيك خاصيه تجير الجرس هذيك برك عليها باش تبقى ديما توصل بالجديد ديال قناه بي تيفي جي تي في وشكرا لكاع الناس اللي كدعمنا شكرا شكرا لكم بزاف بزاف اخوتي أخواتي, اخواتي والموضوع اليوم اخوتي راه على حساب جواهر حيتاش كاين بزاف ديال الاشخاص جاوبوا وقت الاخر سالوني غير على كيفاش نجيبو جواهر بالمجان ونشحنو فري فاير بالمجان وزيدو# وزيد وزيد وهادي وتويشيات وكذا واللعيبات خوتي خواتاتي راه كاين بزاف كيما كيم قلت لكم ديال المواقع التطبيقات كدا وكاين واحد الطريقه اخرى ان شاء الله اللي واعره كيشحنوا بها كامل وان شاء الله كاملين انا كنتمنى بها تشحنوا الطريقه هذه اخوتي اخواتاتي وتحصلوا على بزاف ديال التويشيات من خلال هذه اخوتي والله ماشي كاين ماشي الطريقه اللي سهله وزوينه راه شحال هادي وانا كنتكلم لكم عليها اخوتي راه عيد ما نقول لكم اخوتي اخواتاتي راه مضمونه ماشي مخلينا ديك الطرق ديال الزيكزاك وديك الشيء وهذه اخوتي, أخوتي, أخوتي, أخوتي راني أو قناتكم من ها من قلبي يا اخوتي راه الطريقه بسيطه مثلا واحد هذيك التطبيقات آه ديال الواوي تيك كارد جوجل بلاي ديال بلاي ستور ديال الولايات المتحدة كدا اللعيبات الباي بال كدا التويشات راه خوتي هادو ما كبيهم كيجمعو الدراري بعض الدولار من هنا مواقع تطبيقات من كدا راه كيشحنو 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 كي فري فاير كيحصلو على جميع الاشياء اللي متواجدين في لعبة فري فاير جواهر كيحصلو عليهم بدون حدود و بغيتي يا اسطورة مثلا على سبيل المثال تحصل على الاشياء اللي واعرة في الطوب شي حاجة فري فاير مثلا اي رقصة مثلا كاين واحد الرقصة هنايا اللي تحطت واحد الرقصه اللي حطوها ما... ما... تحطت عند الناس ولكن حنا مازال ما, ما تحطت عندنا وتحطت غير بواحد السعر اللي قال مثلا غير ب 300 جوهره وديك الشيء كيتحط عند ما اخوتي اخواتي بقال حنا هنا عندنا اخوتي اخواتي الاحتكار ولا على تعرفوا الاحتكار المهم ديك الرقصه ديال الكلب اللي مشهور اخوتي اخواتي راه تحطت في واحد السيرفور اللي اجنبي اخوتي هذه الرقصه دي أخوتي دي هذه اخوتي ديال الكلب هادي اخوتي راه تحطت اخوتي اخواتي في واحد السيرفور اللي اجنبي وتحطت بواحد أقل من جوار وانا يعني لا حطو... اخوتي غنشوفو يعني غنستناو حنا ونشوفو شنو راه يحط بشحال يحطو لنا حنا اخوتي اخواتي شوف شحال حطو لنا غير هاد المزلاجة هادي الخطرة نتوما عارفين تشوف 400 جوهرة غير هاد السخطة هادي 400 جوهرة ما فيها ما في تد مثلا فيه... ما, ما يقدر ما ما تقول لي شي حاجه تزيديك ما تزيديك داماس ما تزيديك والو هاد التويشي هادي كنظن ما عاد زدنا والو مثلا لا شحنا فيها ولا خسرنا عليها جوار اما خوتي أخواتي شوف كاع الناس اللي كتسول على حساب تاع كير فري فاير الناس اللي بغاو يهاكيو لعبه فري فاير وي هاكيو مثلا على سبيل المثال جواهر ولا هاكي مثلا سكينات ولا هاكي مثلا على سبيل المثال اخر العروض اللي كيتواجدوا في هذه لعبه فري فاير يا صديقي حاليا بسنة 2020 راه ما كايناش وراني بديت معكم اخوتي اخواتي من الاول بسنة 2017 وانا كنقول لكم اخوتي اخواتي راه الطريقه ديال الهاكر مثلا على سبيل المثال جواهر ولا سكينات ولا بعض الاشياء دو ما ودي حاليا ما في سنه 2020 ما كاينش كاينه طريقه وحده اللي نقدروا بها نهاكيو لعبه فري فاير نقدروا نهاكيو لعبه فري فاير هي كيسميوها هاك الدراري كلشي العالم كيسميها هاك وهي مثلا الهيك شوت راسي طيرتك ديك اللعيبات الاختفاء في الجيم هذيك الطريقه يمكن لك تستافد منها فاش. طلع بها المستوى ديال اللعبه ديك طلع بها بواحد السرعه وانما خوتي خواتاتي راه ديك في الاخر شركه بدات كتحط على ديك الهاكر هذاك وكتبند الحسابات مثلا ملي كنت تشوف الحساب ديك واعر ومستوى واعر وكتشحن وكذا وهادي هما كيمشيو كيبندوا لك الكونت الخاص بك لو كنتي كتشحن بزاف راه مع يديوها شي وانما لو كنتي كتشحن مره وطالع بالمستوى وكدا ولا بالعاجب وكدا راه يجي واحد النهار غيشدوا لك الكونت الخاص بك لو كنتي كتستعمل تيك الهاكر هذاك غيجي واحد النهار راه غيشدوا غيشدوا المهم ما راه عاين عليك راه يجي واحد النهار غيشدوا لك الكونت الخاص بك اما خوتي اخواتاتي الناس اللي كما قلت لكم الناس اللي كتسول مثلا على كيفاش يشحنوا الجواهر فري فاير ببلاش راه الطريقه خوتي راه انا قلت لكم بدون الاحتكار هذا ماك الطرق اخوتي ديال التطبيقات أه وديك الشيء راه موجودين كاين بزاف ديال التطبيقات اخوتي انا ما ما بغيتش لكم لا بغيتو نجيب لكم التطبيقات ولا شي حاجه قولوا لنا اخوتي اخواتاتي في راه ان شاء الله باذن الله نجيب لكم اي تطبيق كان ولكن اخوتي يا اخواتي لكل الاسف كيقول واحد المثل واحد الحوته كتخنس شواري هذا هو المشكل حيت اخوتي في كل الاول كنت كنجيب بعض التطبيقات مع بعض الاشخاص اللي كيعدلوا ديك التطبيقات ولكن في نفس الوقت كان كنجبر الناس اللي كنشرحوا لهم ديك التطبيقات ما كيستافدوش ما كيستافدوش وما كيشحنوش ما كيدفعوا كي لهم شي مثلا ديك النقاط وفي حاله ما لكن باغي اخر باغي يجمع شي نقاط كتجبروا بوبري خاصو يجمع عدد من النقاط عرفتي شحال خاصو مثلا 200000 300 الف بيجمع غير 5 دولار وديك 300 الف كتجبروا بواحد الصعوبه شهر شهرين ثلاث شهور في نفس الوقت ملي كيجمع كتجبروا مول التطبيق ما كيدفعلوش شي هادشي كنقول لكم اخوتي تراو هنا وهنا وتشوفوا شي صديق لا عندكم لا جبرتوا شي واحد برو غير هادكم مع اخوتي أخواتي ذاتي راه ان شاء الله عاد شحنوا فري فاير ولكن اخوتي ما تنساوش الا كنتو جداد وكذا وهادي ما تنساوش تشتركوا وتهبطوا لتحت تفرقعوا ديك الاشتراك واللايك لايك اخوتي اخو ذاتي باش نستمروا وديما ان شاء الله معكم الجديد كما كان ان شاء الله باذن الله يلا اخوتي اخو تهلاو لي فراسكم وكان معكم خوكم زوير يلا العشرة السلام عليكم